أنا تحشرت فيه، تحركشت فيه. أنت؟ أنا اللي تحركشت فيه. شو اللي عجبك فيه؟ وصفي لي. جذاب. جذاب. وحب غميق. وحب غميق. ودقة القلب على المية. واستقبلوا معي نور الدين. عم؟ نعم. أدي عمرك عم؟ 83 سنة. 83 سنة. نعم. لما واجهت المجتمع، واجهت عائلتك، قلت لي أنا لقيت العريس وبدي أتجوز. ما وافقوا. شو عملتوا؟ طحشنا القمر ورحت. إيه خطيفي، إيه مرضوا. 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 رحتوا خطيفة؟ إيه رحنا خطيفة. مين خطف الثاني؟ أنا. أنت شو؟ أنا اللي خطفته. خطفتي؟ أنا اللي خطفته. لما محمودية تحركشت فيك أول مرة. نعم. شو قلت لها؟ قلت لها أهلا بربك، أجا اعتبارا بتكوني على طول معناتها معي. قالت لي معك للممت. هيك تقبلت يعني اليوم امرأة عم تتحركش فيه؟ لأنه عرفت أنه من قلبها عم تحكي. وليه أنت ما تحركشت فيها؟ أنا ما خليت له طريق. لأنه حزيت أنه هي أصغر مني، عمرها 40 وأنا عمري 80. قالت أنا هذه ما بتقنع فيني أنا. شوي هي تري حبتني أكثر أكثر ما حبها أنا. تتذكر شو قالت لك أو نسيت؟ قالت لي أنا لو بتوقف المي عمود أنا معي. كان حاط ببالك تتجوز بهالعمر؟ إيه لكن لأنه أنا حاط ببالك بدي حدا يضبني، بدي حدا يلمني، بدي حدا يخدمني، بدي حدا. بدك حدا يضبك ويخدمك يا بدك حدا تحبه؟ هلا اتني صار في حب لمن وقت اللي بعدك. هي بتحبك، أنت بتحبها؟ بحبها. إيه؟ قلبك بدق؟ قلبي بدق. إيه. وكيف بتعبر لها عن حبك؟ هلا اتني كتير بحبه. كيف بتعبر لها عن حبها؟ يا حبيبتي ويا عيني. يا حبيبتي ويا عيني ويا مدومتي ويا كيف لك. وبتغنيجها كمان؟ غنيجها. في بوسي؟ في بوتي، في كل شيء. بس لما قلت له لأهلك بدي أتجوز ما وافقوا من أي ما وافقوا ما وافقوا. إيه؟ بعدت علينا أنا ما وافقوا. قالوا لي يا أمي بعدك والد وكيف يعني من جيل بي؟ قلت لهم أنا حبيته من قلبي. اي والله ما بخون فيه. من جيل بيا. اي والله انا حبيته من قلب لقلب. اهلك رفضوا. اولادك شو قالوا لك؟ اولادك اولادي كمان خافوا من العمليه هذا لانه طاب وطحوا صاروا ملاه. شو قلت له لانا اعطيه انه تروحي خطيفه؟ شو قلت له؟ قلت له بدنا نروح هاريبي. قال لي متاكدي؟ والله عم تمزحي معي. قلت له حط ايدك بايدي ويلا وضب اغراضك. جوزتي عريس عمره بالثمانين قال، وانت بالأربعين. نعم. اليوم قدي بتشوفي عمره؟ 14 سنة. الأمر أيمن بتحب رجله مهما يكبر بالعمر وبتحبه بتلاقيه بعينه ابن 14 سنة. انت ابن 14 او عم بتغازلك المدام؟ عم بتغازل. منك قد ال 14؟ وأحسن. وأحسن كمان. Ha ha ha.